كشفت وكالة هيونداي محمد يوسف ناغي للسيارات في معرض السيارات السعودي الدولي بجدة لأول مرة جديد سيارات هيونداي هايبرد لعام 2020، وهي سوناتا هايبرد وهيونداي كونا وهيونداي كونا هايبرد الجديدة. وتمتاز سوناتا هايبرد الجديدة بتصميم عصري هجين بعناصر ديناميكية ومزودة بشبك أمامي متوالي الانحدار بفتحات متداخلة وجناح خلفي على الشنطة، كما تأتي بنظام التحكم النشط بتبديل التروس، وهي تقنية تحسن القيادة الديناميكية وتؤدي إلى الاقتصاد في استهلاك الوقود. كما تأتي بمحرك سمارت ستريم بسعة لترين يعمل بالحقن المباشر للوقود وناقل حركة هجين بست سرعات يولد قوة 152 حصان. كما تتميز السيارات أيضا باقتصاد وقود كلي قدره 20.1 كيلومتر لكل 1 لتر من البنزين. كما تتميز الداخلية بالجلود والمواد عالية الجودة والتقنيات المتعددة مثل نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي وغيره من التقنيات الذكية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت سوناتا على تكريم كأفضل سيارة سيدان اقتصادية لعام 2019 من الإعلاميين. أما هيونداي كونا فتصميمها الخارجي بنفس تصميم الطراز الأساسي، لكن مع بعض الاختلافات والتفاصيل التي تميزها كنسخة هجينة، مثل الجنوط اللامعة الجديدة بمقاس يتراوح بين 16 و18 بوصة ومقصورة بلمسات من نفس لونها الخارجي. وتوفر كونا هايبرد 2020 تجهيزات قياسية مثل النظام الترفيهي مع شاشة مقاس 7 بوصة بالإضافة لكاميرا خلفية وحساسات للمساعدة على الركن، وكذلك ستتوفر تقنيات قياسية مثل النظام الحفاظ على المسار ومراقبة تركيز السائق. وتأتي كونا هايبرد بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.6 لتر يولد قوة 103 حصان. كما تحدث الأستاذ خالد الحارثي مدير التسويق بشركة هيونداي محمد يوسف ناغي للسيارات للمربع نت وقال: يسعدنا الترحيب بمتابعي حساب مربع نت بجناح شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي. طبعا هيونداي تعتبر عضو أساسي في جناح أو في معرض جدة للسيارات، وطبعا السنة هذه احنا مركزين على السيارات الصديقة للبيئة ومركزين على توعية زوار المعرض بكيف رؤية هيونداي المستقبلية للسيارات، وكيف احنا عندنا فكر ان احنا يكون عندنا سيارات صديقة للبيئة، سواء سيارات هجينة أو سيارات تعمل بالهيدروجين، وسيارة تكون تساعد في تحديد الانبعاثات، تساعد في خفض نسبة التلوث في الجو. هذا بوجه عام. طبعا جناحنا الحمد لله مليان بالسيارات الجديدة، عندنا السوناتا الهايبريد، عندنا الكونا الهايبريد، عندنا السوناتا الجديدة، عندنا البلسيد الجديد، عندنا سانتا في الجديد. فلله الحمد الجناح يعني يعتبر مليء بخبرات، يعني أي زبون بيجينا إن شاء الله يلقى خبرة أكثر ويستفيد أكثر من زيارته لجناحنا. إضافة إلى هذا الشيء، إحنا عندنا مخصصين مكان في المعرض في المواقف الشمالية، العميل هنا بإمكانه والزائر يجي يجرب أي سيارة من سيارة هيونداي ويستمتع بالتجربة ويكون إن شاء الله يحصل على تجربة مميزة مع هيونداي. وشكرا لكم على مشاركتنا وحضوركم وتغطيتكم لجناح شركة محمد يوسف ناغي هيونداي. يعطيكم العافية.